Afraid all alone. They want her, don't go there. There's creatures who are hiding in the dark. There's something came creeping. It told her, don't you worry, girl. Hello, everyone. Hi, girl. Never run around, never run alone. You know everything, أوف فيديو جديد وين هذا الفيديو يكون عن هن حوز الحضانة لفن الحمد لله خلصت الفندق زي ما انتوا شايفين ويلا بينا علشان نشوفه سوا. اول حاجه حطيت في المكان دوت كراسي كده عشان الناس تقعد فيها وعادي يعني اكن عارفين حتى في البسين في الفندق الاصلي. انا عملت اكن دي هي كده حتى بصوا حطيت حاجات شبهها بس طبعا الحضانه ديت ما فيهاش بسين وكده فما طلعش معايا غير بالمنظر ده بصراحه. المهم يعني حطيت شويه الزرعه دي هنا المفروض دي كانت تبقى ورا بس وقعت دلوقتي
وحطيت مكنة العصير دي هنا، لو نجيب كده اهو مثلا نحط عصير اناناس، بتعمل عصير اناناس واحنا ناخد عصير اناناس، فتحفة. اما حطيت هنا وحاطين زي نفس طقم الكراسي هنا اهو، عشان يعني برضو يبقى في عيلتين بيقعدوا، اكيد مش عيلة واحدة بس اللي تقعد هنا. ومكان بيانو عشان الراجل اللي بيعزف بيانو في الفنادق ده عارفينه اكيد يعني، بيبقى قاعد بيعزف كده ومعرفش ايه. وهنا في النافورة الجميلة الفظيعة دي حطيتها، وحطيت حواليها الأنوار دي عشان تعمل برضو شكل كده رقيق وجميل قوي وتحفة بصراحة. بعد كده حطيت النور ده علشان برضو مش عارفة على شكل بجعة ده ولا ايه، عشان أكنه مدخل بقى. وطبعا هنا المكان اللي بقى بنستقبل فيه الناس اللي داخلة والناس اللي خارجة علشان يدخلوا ويطلعوا من الفندق يعني، فتمام طبيعي يعني. وحطيت النور ده برضه عشان بصوا اكنه مطقم بقى، واحده على الشمال وواحده على اليمين، اللي على اليمين بص على ناحيه اليمين، واللي على الشمال بص ناحيه الشمال، فاهمين. ورا فين المفاتيح كمان بتاعه الغرف اللي هندخل نشوفها دلوقتي. وهنا حطيت الورده دي، وتحت اكن الورده موقعه الورده بقى وشكلها تحفه. وهنا علامه اللي هو المخرج، ان هو بصوا اللمبه دي بتتفتح عشان بتقول لنا ان المخرج من هنا. وفوق علامة مكتوب اوتيل 5 ستار، اوكي يعني فندق 5 نجوم. بعد كده بندخل على المكان دوت اللي هو بيكون فيه السفرة قصدي الترابيزات اللي الناس بتقعد تاكل عليها دي، فاهمين. الترابيزة ديت عليها اكل، وحطيت هنا الترابيزة دي تكون مختلفة يعني، الترابيزتين دول شبه بعض بس دي فيها كرسيين بس، ودي فيها 3 كراسي، وهنا في هنا وردة ودي فيها اكل. بس ممكن نعمل كده، بصوا كده بقى الشكل احسن، اكن الاتنين دول فيهم ورد ودي بس اللي فيها اكل. وفوق حطيت برضو كنبه كده وكراسي وكرسيين عشان لو حد عايز يقعد وما اعرفش ايه وكده. وهنا طبعا في البوفيه بتاع الفندق، حطيت فيه شويه اكل، وحطيت فيه مكانه القهوه دي، وحطيت الاطباق، وحطيت هنا شويه اكل تاني وما اعرفش ايه، كافيار، وفي ورا عصير بس مستخبي ورا الاطباق دي وكده زي ما انتم شايفين. بعد كده بقى بندخل على الاوضه الاخيره، لا الاوضه الاخيره هي الاوضه الاولى، انا عامله اوضتين يعني، الاوضه دي وفي اوضه تانية بعدها. الاوضه دي حطيت فيها السرير والدولاب والطقم بتاع الاوضه دي يعني، انتوا عارفين اللي هو الطقم الرمادي ده. بس للاسف الصراحه يعني انا ما لقيتش حيطه تليق اكتر من دي يعني، دي اقرب حيطه حسيت انها ممكن تليق، بس مش فاكره يعني في حيطه تانية كانت ممكن تليق ولا لا بصراحه. وغيرت خليت الارض باللون الخشب ده، وحطيت الكرسي ده من تحديث قديم، وحطيت ورا هنا بس ما حطيتش ميك اب، معرفش ليه بقى، عشان اكيد الناس بتيجي بالميك اب بتاعها وكده، فيعني كل واحد بيجي بحاجته، فعملتها بالمنظر ده. بعد كده الاوضه الاخيره معانا اللي هي احسن اوضه بالنسبه لي بصراحه، لونها بينك كده ورقيقه وحلوه قوي. حطيت هنا الدولاب ووراه فيه ستاره، بس يعني اللي بصراحه مخليني مش عاجبني قوي انه بص الشباك هنا لونه اخضر، فيعني بصراحه دي حاجه مستفزاني، الاوضه كلها لونها بينك وكده بس الشباك هنا لونه اخضر، فبس للاسف دي حاجه مستفزاني قوي. هنا حطيت السرير اللي بصوا بيتعمل كده وكده، بس يعني شكله كده احسن اكيد. والستاره دي كان ممكن افتحها وممكن نقفلها، بس يعني وهي مفتوحه شكلها احلى. وهنا في الكومودين الصغير ده عشان برضو نسند عليه الحاجات وكده. وفي التسريحه بس ما حطيتش كرسي علشان حسيت ان كرسي هيسحم الدنيا يعني وكده، فحسيت ان الاوضه دي وهي فاضيه كده كان شكلها احلى بكتير. وكمان حطيت اللوحه دي هنا عشان تليق، وهنا حطيت اللوحه دي عشان تليق مع الاوضه دي، يعني كل اوضه ليها اللوحه بتاعتها. تكتبوا لنا ايه انهي اوضه عجبتكم اكتر، دي ولا دي. وبرده هنا حطيت اللوحه دي، نسيت اوريكم لوحات وبس، ما حطيتش لوحه تاني بصراحه. يلا علشان ننهي الفيديو، بس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلك اي فيديو احنا بننزله. بس كده، باي.